الطبع التاسع للمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمساعدة. والمكرم الأول في هذه المناسبة المكرم الأول يلتحق بنا في المنصة الحاج معموري عبد العزيز. مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن هو التكريم الأول، وندعو للمنصة لتكريمه السادة الأمين العام لولاية نمسيلا سي الحاج ختال. مرحبا، رئيس دائرة بوسعادة، أهلا ومرحبا، ومحافظ المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمساعدة السيد محمد مهالي. أهلا سي عبد العزيز، كل عام بخير إن شاء الله، رمضان كريم، الله يستر. إذن إلى المنصة لتكريم السيد عبد العزيز معموري تحت تصفيقاتكم وزغاريد حرائر مساعدة. شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل من حضر، لكل من شجع، لكل من ساهم. هو إذن تكريم أول في هذه الطبعة من مهرجان الإنشاد بمساعدة، الطبعة التاسعة، السيد الأمين العام للولاية رفقة رئيس الدائرة ومحافظ المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمساعدة. تكريمات طبعا شهادة، وتكريمات أيضا من المساهمين، مؤسسة صبري ومؤسسة قرادي بابيتري، يستاهل كل خير سي عبد العزيز.